الفرقة بتضم ما يقارب 30 عازف ومطرب وكورال. الفرقة طبعا تحتم بالتراث العربي الأصيل اللي طبعا نسيوه الناس الآن في العصر هذا الحالي، في عصر التلوث السمعي، في عصر الأغنية السريعة. فإحنا من الضروري أنه نتبنى هذا الموضوع حتى يظل أبنائنا والأجيال القادمة يظل تسمع أغانينا طبعا التراثية القديمة. هو المركز الثقافي طارح عدة برامج ثقافية وإبداعية، منها برنامج كونشيرتكو المعنى بالموسيقى وبالفن وبالغناء. هذا البرنامج فعلا يعني احنا ارتئينا ان نقدمه حتى نرتفع بالذائقة الموسيقية والذائقة الفنية، ونقدم كل ما هو مختلف وراقي ويستطيع ان يخدم الإبداع والفن. وارتئينا بقصدية كاملة أن نقدم هذا البرنامج في أولى الفعاليات، يكون بيت الرواد بهؤلاء الأسماء الرموز الكبيرة اللي أسسوا الأغنية الأردنية واستمروا فيها. بدأت الفرقة في عام 2008، في نهاية 2008، والآن تلاقي جمهور عريض. كل يوم ثلاثاء احنا نجتمع في المركز الثقافي، في مركز الحسين الثقافي، وفي عندنا ما يقارب حوالي 400-500 عضو من رواد الرواد، من الرائدين لنا يعني اللي بيحضرونا. طبعا بنقدم التراث العربي القديم، بنقدم موشحات في البداية، وصلة من الموشحات الأندلسية اللي هي أساس الغناء العربي. بالنسبة لفرقة الرواد، أنه يعني بزمن هذا التلوث السمعي وبزمن هاي الفوضى في الموسيقى والغناء، يعني بتظهر فرقة الرواد واللي إحنا يعني بالأردن يعني حقيقة نفتخر فيها، لأنه كل ثلاثاء تضيء يعني فضاءات عمان بهذا الغناء الذي ينتمي للزمن الجميل. هاي مسألة. المسألة الأخرى بأنه استقطاب المركز الثقافي الملكي لهاي الفرقة، بحيث انه يعني تقام هاي الحفله، وايضا انه زي ما اعلنوا بانه كل نهايه شهر الثلاثاء الاخير من كل شهر بانه يكون في حفل. معنى ذلك انه شيء له علاقه بالغناء الجميل، له علاقه بالطرب، سواء الطرب الاردني او الطرب العربي، له علاقه ب يعني رفع مستوى التذوق الجماهيري للموسيقى وللغناء. وشيلك بالصدر آيلة، وشيلك بالصدر آيلة.